تقدمت للاختبار للوظيفة وأنا أعلم أنني سوف أهاجم وستنال مني الشائعات والأكاذيب كما نالت أبي وأسرتي منذ توليه المسؤولية. وللعلم مرتب الوظيفة ليس بالألاف ولكنه 900 جنيه شهريا، ومع هذا اخترت أن لا أكمل تقدمي بأوراقي لهذه الوظيفة. ويبقى السؤال، كيف يمكنني أن أحصل على وظيفة في بلدي الحبيبة مصر؟ عصام الحداد للخارجية اليابانية. المصريون لم يتعودوا على الديمقراطية ونحتاج الوقت لإكسابهم الخبرة. وكمان سرقت القول المأثور لعمر سليمان. فعلا عايز استنى تبرير قواعد الإخوان لما الوفد والمؤتمر يبقوا في الحكومة. ده احنا هنضحك ضحك. سجلوا ما يكتب اليوم على صفحات الإخوان دفاعا عن أيمن نور، وراقبوا وصفه بالمناضل الوطني التوافقي. قريبا يتغير المشهد وينضم إلى الكفار. سيعلم الناس من معهم ومن عليهم عندما يجيء المدني ويقف في نفس المكان الذي يقف فيه الإخوان وحكومتهم الآن، ويتحدث حديثهم ويفعل فعلهم. للتوضيح، ما يحدث في بورسعيد تحرك شعبي تماما يقوده الألترس. لا كلمة ولا قيادة ولا وجود فيه للأحزاب والحركات المعارضة، فلا تتاجروا باسمهم. ألترس أهلاوي راح يكسر أوتوبيس فريق طايرة بورسعيدي يوم العصيان المدني. روائح كريهة تفوح من تصرفات الألترس هذه الأيام. عندما تكون الذكرى السنوية للثورات مدعاة للخوف في بلاد الربيع العربية، فضع خطا تحت الثورة المضادة وعلامة تعجب أمام الإعلام. مهما كان اللي حصل واللي لسه ممكن يحصل، هتفضل ثورة 25 يناير بالنسبة لي أحسن حاجة حصلت للبلد دي. ولو الزمن رجع ورا هكون أول واحد ينزل يوم 25. دي كانت أبرز التويتات والتعليقات اللي موجودة على فيسبوك أو على تويتر من خلال نشطاء صحفيين إعلاميين وأبناء لمسؤولين. يعني مثلا عندنا ابن مهندس خيرت الشاطر وابن الرئيس محمد مرسي، يعني كلها برضو أمور مهمة بتكشف وتعلق على أوضاع مهمة. هنروح لبورسعيد ونتعرف على الوضع أخباره إيه. طبعا كان عندنا تويتة دلوقتي الأستاذ محمد الجرحي بيؤكد فيها أنه كل التحركات اللي بتحصل في بورسعيد دلوقتي مش وراها أحزاب ولا جبهة ولا تواجد لأي معارضة، ولكن هو تحرك شعبي احتجاجي يقوده الألترس. معانا على التليفون الأستاذ حمدي جمعة مدير مكتب المصري اليوم ببورسعيد. صباح الخير يا أستاذ حمدي. هل فعلا كل يعني مظاهر الاحتجاج والعصيان المدني اللي بدأ امبارح هو بقيادة الألترس مع غياب تام للمعارضة؟ الحقيقة الواقع على الأرض بيشير إلى أنه الألترس بالتأكيد في صدارة الصورة، لكن النشطاء والشباب اللي شارك وفجر ثورة يناير في بورسعيد هم في الأساس ما كانوا قطاعات متفرقة. صحيح. بعض الاحتياطي اليسار، بعض احتياطي القوى الليبرالية، بعض الزهقانين من الأحزاب التقليدية أصبحوا فرادة ويلتئموا ويلتحموا في مثل هذه الأحوال. ما تم في الدعوة للعصيان المدني، الدعوة بدأت من الألترس، القبول لها ودعمها تم من نقدر نقول أفراد منتمين لقوى سياسية بشكل ما، لكن ليسوا في كيانات حزبية رسمية. شارك فيها بالتأكيد قوى سياسية من اليسار، من اليمين، القوى الليبرالية إلى آخره. الصورة على الأرض فيها الطابع العفوي أكثر. وتألقت صباح اليوم بمفاجأة كبيرة فجرها عمال الترسانة البحرية لهيئة قناة السويس، عندما وقف حوالي 150 من شباب العمال على باب الترسانة في الساعة السابعة وحتى الثامنة لحظة دخول العمال والموظفين، وهتفوا ينجيب حقهم ينموت زيهم، لينضم لهم مئات العاملين في الترسانة البالغ عدد العاملين فيها حوالي 3500 عامل، ويعلنوا انضمامهم إلى العصيان المدني لبورسعيد. نفس المطالب وهي قاضي تحقيق مستقل بعيدا عن الجماعات اللي ظهرت مؤخرا بتحطها على علامات استفهام حوالين صلاتها الفكرية بالنظام السياسي. بيطالبوا باعتبار ال 42 من شهداء أحداث محيط سجن بورسعيد ومحيط قسم العرب
ومحيط نادي الشرطه من شهداء ثوره يناير ما عملتوا نفس المعامله، بيطالبوا باقاله وزير الداخليه ومدير امن بورسعيد وتحويلهم للمحاكمه الجنائيه وتحملهم المسؤوليه عن قتل 42 شهيد ورصاص الحي في مناطق قاتله في الراس والصدر واصابه نحو 150 برصاص الحي بخلاف اخرين اصيبوا بحالات اختناق وبالخرطوم. طبعا بشكرك شكرا جزيلا استاذ حمدي جمعه مدير مكتب المصري اليوم بورسعيد على العرض الوافي للحال والاحوال في بورسعيد وطرح المطالب اللي بيطالب بها اهلنا في بورسعيد. وطبعا الخبر الابرز اللي قاله لنا استاذ حمدي هو ان عمال الترسانه البحريه بميناء بورسعيد ومن خلال 150 عامل اكدوا هنجيب حقهم ينموت زيهم، واشتراكهم في العصيان المدني بعمال الترسانة كلهم حوالي 3500 عامل من العمال. ولكن عندنا انا مش عارفه استاذ حمدي لسه معانا؟ طيب معانا على التليفون استاذ عبد الفتاح البي منسق جبهه الانقاذ الوطني ببورسعيد. صباح الخير يا استاذ عبد الفتاح. إذا جبهة الإنقاذ هي مشاركة وليست قائدة للفعاليات ولا قائدة لهذا العصيان المدني. تمام يا فندم، هو كل القوى السياسية في بورسعيد اجتماع موزع لها من 3 أيام شالت عباءتها السياسية كلها وقالت إن إحنا في الأرض في الميدان مع الناس ومع الشباب، وإن إحنا نعتبر قوة شعبية ثورية بس بتشارك شباب الأسر البورسعيدي في كل الفعاليات وبالتنسيق معاهم. يعني ما فيش حاجه بتستفيد من القوى السياسيه دلوقتي الا بشكل شعبي وموجوده في الميادين وفي الشوارع مع شباب الاسره الخيال الصغار الحقيقيين في ميدان الواد حاليا. طيب يعني طرح المطالب الاستاذ حمدي جمعه، احنا بنتكلم على قاضي تحقيق مستقل، اعتبار 42 من شهداء الاحداث اللي كانت بعد حكم المحكمه في احداث استاد بورسعيد العام الماضي، اعتبارهم من شهداء الثوره، اقاله وزير الداخليه، اقاله مدير امن بورسعيد وتحويلهم للمحاكمه. ان تم التعامل مع هذه المطالب بإيجابية ستعود الحياة إلى مجراها، إن لم يتم التعامل معها بإيجابية، إن تم تجاهلها أو رفضها، تطبيق بعضها والبعض الآخر تأجيله مثلا، هل هيستمر العصيان المدني؟ حضرتك اللي حصل امبارح كانت الإجابة بتاعت الحكومة إن هي صفقت على قانون منع التظاهر اللي بنجن كتير بتسميه حماية التظاهر. دول ناس يعني تعودهم على الكذب وتغليف الامور باشكال شكلها لخير للخير ولكنها داعي للشر. هم يعني ابناء ابليس في المنطقه، يعني لما يبقى رئيس ذات النظام يهنئ القتله اللي هم اللي كانوا في الشرطه اللي قتلوا اخواتنا في بورسعيد، يهنيهم ويقول ويتوعد المدينه، يا استاذ المدينه مستهدفه من ايام مبارك لغايه دلوقتي والمدينه مستهدفه، يعني عاوزين يحولوا كلمه البساله والمقاومه يحولوها الى شيء كده عادي وانها زي باقي المحافظات اللي بيتم فيها السحب والقتل، لكن ابناء المدينه لهم تصرفات اخرى وفي تصعيدات اخرى سيفاجئ بها النظام كاملا. الناس النهارده بتوع الهيئه اضرارهم تلقائيه من نفسهم في كل شركات الملاحه بيتم التفاوض معاها ان هي تعمل اعتصامات وتعمل اضرابات وتعمل عصيان مدني حقيقي وتكسر قطع عصا الطاعه للاخوان، احنا مش تبع الاخوان، احنا لم نعطي اصواتنا للاخوان في بورسعيد، بورسعيد الانتخابات اللي هي الاولى ادت حكيم صباحي، الانتخابات الثانيه ادت شفيق نكايه في الاخوان لانها تعلم تماما وعندها من الوعي السياسي. ما نقدرش نجمع برضه في اللدة شفيق وفي اللدة مرسي، يعني ما نقدرش نقول انه الكل كان واحد ولا في بورسعيد ولا في اي مكان استاذ عبد الفتاح البي. الاحصاءات الرسميه اللي موجوده اللي طلعتها الحكومه بتاعت اخوان نفسهم مطلعه القضاء. تمام، وبالتالي حضرتك بوجهة نظرك انه يعني في انتقام، في رغبة انتقامية مستمرة من النظام السابق وحتى اللحظة. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الفتاح البي منسق جبهة الانقاذ الوطني في بورسعيد. استمعنا الاستاذ حمدي جمعة وشرحه الوافي والشافي وكل هذه المعلومات المهمة وكذلك لرأي استاذ عبد الفتاح البي، ولكن الحقيقة الجرايد النهاردة وخاصة الحكومية منها بتتعامل مع الموضوع بشكل مختلف. الاهرام مثلا بتقول التراس المصري يصيب بورسعيد بالشلل التام، توقف
العمل بالمصالح الحكوميه والمدارس والاسواق التجاريه. الاخبار بتقول الشلل يصيب الحياه في بورسعيد، مظاهرات الالتراس تعطل الدراسه وتمنع دخول شاحنات البضائع والسولار، قطع مؤقت للطرق، استمرار الامتحانات بالجامعه والعمل في الميناء والبنوك تحت حمايه الجيش. المصري اليوم بتقول بورسعيد تبدا العصيان المدني. الجرايد الحكوميه بتحاول يعني صبغ الاحتجاجات بانها فقط مظاهرات التراثية كروية يعني وفقط. ده في الحقيقة نابع من حالة التخبط التي يعاني منها النظام الحاكم فيما يخص الأزمة البورسعيدية بين قوسين. يعني الرئيس محمد مرسي قصر كثيرا في حق بورسعيد من وجهة نظري الشخصية. كان يتعين عليه وعلى نظامه الحاكم أن يؤهل بورسعيد لتلقي الأحكام الصادرة في 26 يناير. يؤهلهم إزاي؟ يؤهلهم يعني يكون هناك مجهود رئيسي للدولة المصرية لمحاولة تأهيل المدينة الباسلة لتقبل هذه الأحكام التي كان من المتوقع أنها ستكون شديدة، عبر أن هؤلاء الذين صدرت بحقهم الأحكام لا يمثلون هذه المدينة. هؤلاء أناس من وجهة نظر القضاء أخطأوا وعليهم أن يتحملوا جزائهم من ما دام الأمر صادر عن قضاء. والجميع في مصر يثق إلى حد بعيد في نزاهة هذا القضاء المصري الذي يتعرض للتشويه في الفترة الأخيرة. لكن ما جرى أو تعامل النظام في مصر مع بورسعيد ومع مدن القناة كاملة في اعتقادي يصب في خانة عدم فهم ووعي هذا النظام بمقتضيات الأمن القومي المصري. لأن خط القناة ليس فقط هي مجموعة من المدن تعيش على شط قناة السويس، بقدر ما هي خط دفاع رابع عن وادي ودلتا النيل، بعد خط الحدود الدولية، بعد خط المضايق الجبلية الاستراتيجية في وسط سيناء، بعد قناة السويس كمان عمائي يأتي خط مدن القناة وتلك الكتل البشرية التي اختبرت في أكثر من حرب. صحيح. في 56 وفي 67. صحيح. وفي 73. وطول الوقت الحقيقة أهل بورسعيد كلهم ستاتها ورجالها وأطفالها وشيوخها ليهم دور كبير جدا. أنا بفتكر دلوقتي الصورة من وقت العدوان الثلاثي وفتيات بورسعيد وهم لابسين لبس المقاومة وواقفين ومتسلحين وبيطالبوا بالاشتراك في العمل الفدائي، وبالفعل كانوا مشتركين بشكل كبير جدا على الأرض. أما في البيوت الحقيقة كانوا بيقوموا، أكيد سمعتوا الحكايات إزاي كانوا بيترمي يعني حتى أدوات البيت على يعني جنود العدوان الثلاثي. النهاردة كمان احنا شايفين السيدات وستات وبنات بورسعيد متواجدين امام ديوان عام المحافظه علشان اللي يجي يقول انه لا دول الالتراس بس، او انه لا دول ولا هم التراس ولا هم اهل بورسعيد، دول مجموعه من البلطجيه المدفوعين من الفلول علشان ياثروا على الدوله ومفاصل الدوله وكل الحكايات دي. ده مش حقيقي. ستات مشاركين ومشاركين من امبارح، وفي صور كان بيتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي لستات واقفين على بدايات الشوارع والميادين، قاعدين وقافلين الطرق تماما ومشاركين في العصيان المدني. خليني اقول لحضرتك يا استاذه دينا، يوم 6 نوفمبر في 1956 القت القوى المعاديه في انجلترا وفرنسا على وجه التحديد مليون كيلو متفجرات شديدة الانفجار على هذه المدينة الباسلة، ولم يستطع هذا العدوان أن يكسر إرادتها. صحيح. طبيعة الشخصية المرابطة على طول خط قناة السويس سواء في بورسعيد أو في الإسماعيلية أو في السويس أنها شخصية غير قابلة للكسر. لن يستطيع أي نظام أو أي حكومة أو حتى عدو خارجي أن يكسر إرادتها. بورسعيد جربت في 56، الإسماعيلية والسويس جربوا في 73 بعد حدوث الثغرة في حرب أكتوبر، وكيف قوام قوات شارون سواء الذي حاول دخول الإسماعيلية، وبالمناسبة تكبد خسائر فادحة أكثر من التي تكبدها شرق قناة السويس. بشكرك الحقيقة على المعلومات التاريخية التوثيقية اللي بتوثق يعني بطولات أهل بورسعيد اللي احنا عارفينها الحقيقة، بس البعض بيتناساها أو البعض بيحاول أنه يقلل منها أو أنه البعض أساسا مش عارفها نتيجة لمشاكل كتيرة في دراستنا. مشاكل كتيرة في الدراسة ومشاكل كتيرة في عدم النزوع حتى بعض الإعلاميين لقراءة التاريخ.
التاريخ هذا هو خريطة الجينوم البشري لنا كشعب مصري. يعني بورسعيد عندما تتحدثي عنها، أنا في اعتقادي أن تلك المدينة التي قدمت تضحيات كبيرة جدا حماية لوادي ودلتا النيل من خطر بالغ، كان يجب على الدولة المصرية أن أن تعملها بدلال، يعني دلال ذلك الرجل الذي قدم تضحية. في المقابل عبر أنظمة متعاقبة وخاصة منذ حقبة الرئيس السادات وبعده الرئيس السابق مبارك، عانت هذه المدينة من محاولة لتهمشها. إلغاء عيد النصر الذي يجسد بمعنى رمزي قيمة هذه المدينة 23 ديسمبر، وبالتالي ما تعانيه بورسعيد وما دفعها للدخول في هذا العصيان المدني في اعتقادي ليست هذه المطالب وحدها، ولكن يقف خلفها شعور بالوحدة. صحيح. أهالي بورسعيد منذ الحادث المشؤوم الذي جرى في استاد بورسعيد وهم يشعرون أن الوطن بكامله يصطف ضدهم، وده مش حقيقي. والحقيقة عدة قوافل خرجت لبورسعيد لدعم أهلها والتأكيد على أننا أن هم مش لوحدهم وأن احنا كلنا في مركب واحدة. رغم كل هذه المحاولات قد يعتقد البعض أنك بورسعيدي، لكن الحقيقة أستاذ خالد أبو بكر صعيدي ومن أسيوط، ولكنه مصري حتى النخاع زينا كلنا في بورسعيد، في المنصورة، في دمياط، في القاهرة، في أي مكان. طيب اسمح لي علشان وقتنا الموضوع، الاشتباكات ما كانتش أو القلق ما كانش بس في بورسعيد، ولكن كمان المحلة كان فيها اشتباكات بدأت مساء الأمس تحديدا 11:54 دقيقة. موقع اليوم السابع كتب عن إصابة طفل خلال اشتباكات المحلة، والأمن يقبض على عشرات المتظاهرين بشكل عشوائي. الكلام عن أنه الاشتباكات بدأت خلال وقفة احتجاجية حوالين الاسم أثناء التحقيق مع بعض المتهمين الثمانية اللي اتقبض عليهم في أحداث الجمعة الماضية. فيما بعد بدأ يكون في اشتباكات، إطلاق لغازات مسيلة للدموع، الشباب بدأوا يردهم بطوب، زاد الأمر فبدأ يكون في مولوتوف. كانت في أسرة معدية لسه خارجة بابنها لأنه عنده من المستشفى بعد إصابته بحساسية في على الصدر، وأثناء عودته للأسف شديد كانت الغازات بدأوا يصرخوا بشكل هستيري خوفا على حياته. الأهالي أخذوهم لبعض المحال، شغلوا المراوح علشان يتحسن حاله، وقد كان والحمد لله. الساعة 12:45 دقيقة اليوم السابع الشرطة تواصل إطلاق القنابل المسيلة للدموع، متظاهروا المحلة يوقفوا حركة القطارات ويشعلوا النيران على السكة الحديد، أوقفوا القطار 41 القادم من طنطا إلى المنصورة عند منطقة منشية البكري. استمر الإيقاف لمدة 4 ساعات كاملة. الساعة 4:30 صباحا اليوم السابع كتبت عن خبر عودة حركة القطارات بالمحلة بعد قطع المتظاهرين للسكة الحديد. الخبر اللي هنختتم به فقرتنا النهاردة هو عن استدعاء الأديب الكبير دكتور يوسف زيدان للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا، ومعانا أديبنا الكبير دكتور يوسف زيدان. صباح الخير يا دكتور. أهلا يا أستاذ. أهلا بيك. إيه سبب استدعاء حضرتك يا فندم لنيابة أمن الدولة العليا؟ والله هو أنا جاني طلب حضور امبارح مبهم جدا، وحتى نصه يعني غريب، انه ينبه على الغوائي استاذ الفلسفه كذا كذا للحضور لنيابه امن الدوله العليا يوم الثلاثاء 19 اللي هو بكره يعني الساعه 9 للتحقيق في قضيه رقم 686 لسنه 2010. حضور امن دوله عليا مع اعتبار الامر هام وعاجل. مبهم جدا الصيغه، والتاريخ بتاع القضيه غريب يعني 2010، وما وضحش حتى انه نيابه يعني في اسكندريه ولا في القاهره ولا الى اخره. يعني غالبا هتكون في القاهره يا فندم، غالبا هتكون يعني في القاهره. انا عرفته بالليل. طيب حضرتك ما عرفتش حتى اللحظه الاسباب؟ والله انا كلمت المحامي امبارح علشان يشوف حتى في ايه، بس قبل ما نروح اولا يعني كنت حابب اعرف هو فين المكان. او استخيلي ان بيجي لك حضرتك طبعا في اسكندريه، وبالتالي محتاج تعرف علشان يعني يكون في استعدادات حتى لو كنت في اي مكان. بالتاكيد يعني لما نستدعي حد الشيء نقول له يروح لمين ولفين. المهم انه بالليل
يعني على الساعة مثلا 8 9 كده لقيت جرائد مصرية أيوة. زي الشروق وغيرها كاتبين ان انا يعني تم استدعاء الالتحاق معايا في قضية الزراعة اديان. طيب ايه الموضوع؟ ان الموضوع انه في سحب على حسب كلام الجرايد، يعني حتى الان المحامي لسه ما ردش عليا طبعا لانه بيشوف الموضوع. تمام. طيب احنا ممكن ناكد لحضرتك لانه احنا الحقيقه اتصلنا ببعض المصادر القضائيه اللي اكدوا لنا انه ده متعلق بالبلاغ اللي قدمه المحامي نجيب جبرائيل في شهر يوليو 2010 وبيتهم حضرتك بازدراء الديانة المسيحية وتحديدا بعد رواية حضرتك الأشهر عزازيل. يعني طب ما ده شيء جميل ان احنا نبقى في بلد بنعرف فيها موضوعات استدعاءاتنا للنيابة، نيابة أمن الدولة العليا من قنوات التلفزيون. احنا قمنا بواجبنا، احنا اتصلنا ببعض المصادر القضائيه يا فندم، اتصلنا ببعض المصادر القضائيه عشان نعرف بس. على كل حال انه الادهاش لم يتوقف بس عند الحاله دي، انما مثلا امبارح الساعه 12 وثلث بالليل الاقي اتصال تليفوني راحوا البيت اللي فيه اولادي يعني وامهم اثنين الساعة 12 مثلا 12 وشوية 12 يعني بالليل. منتصف الليل يعني بعد منتصف الليل عشان عايزين الدكتور وكده، فهم قالوا له لا هو مش هنا فطب ادونا المكان بتاعه قالوا ما نعرفش طب بس ادونا التليفون ادونا التليفون بتاعه بس هي ايه الفكرة انه يتم تسليم الاختار يا فندم ولا عملية ضبط ولا ايه؟ لقيته بيكلمني بيقول لي انا الراس فلان وانا عايز قول لي انت فين عشان اجي اخد منك كلمتين ان انت استلمت الاعلان. قلت له طيب انا استلمت الاعلان خلاص اوكي وهروح يوم الثلاث. قال لي لا بنستوفي الاوراق. قلت له بتستوفي الاوراق الساعه 12 وتل. قال لي شوف بس انت فين في اي مكان وانا هاجي لك. طبعا الصيغه دي برضه صيغه يعني غريبه شويه او مش معتاده، التوقيت غريب شويه بس يمكن الصيغه هي بيروقراطيه يعني من امورنا الاداريه والبيروقراطيه، بس طبعا التوقيت غريب جدا. واحنا من امتى عندنا بيروقراطيه؟ اولا بيروقراطيه دي كلمه يعني لاتينيه ويونانيه قديمه معناها حكم المكاتب، ملهاش علاقه باللي احنا بنحكي فيه ده. انما الفكره ان يعني هذه الهمه العاليه الساعه 12 وثلث بالليل. المهم يعني انا قلت له الصبح اللي هو دلوقتي انا هتصرف واقول لك انا فين. وانا بكلمك دلوقتي وانا نازل ببساطه يعني هروح اسم شرطه الرمل نفسه اللي هو جاي منه الاعلان. تمام. علشان ان كان في يعني اي اجراء، لان في حدود معلوماتي القانونيه لا يجوز تسليم اي اعلانات او اختارات بعد الساعه 7. بعد الساعه 7 مساء. على كل حال هو عشان ما نغرقش في تفاصيل الواقعه وهو يبدو المشهد كله في هذه القصه وفي غيرها يعني دليل على ان احنا في حاله كده زي اللي بيسموها في الادب عالم الواقعيه السحريه. عدم الواقعيه عالم الواقعيه السحريه اللي هو بتبقى مختلطه فيه اشياء مبهمه بحاجات يعني ايه 2010 نجيب جبرائيل قال مش عارف ايه ولا زعلان من احنا في 2013 يعني ده كمان محتاجين بقى ان احنا نفهم يعني هل السيد نجيب جبرائيل قدم بلاغ تاني مثلا ولا هل كان في رغبه مبهمه لاحياء البلاغ من اول وجديد؟ يعني اسئله محتاجين ان احنا كمان نشتغل عليها زي ما اشتغلنا على اسباب استدعاء حضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا ادبنا الكبير دكتور يوسف زيدان. طبعا روايه عزازيل واحده من اهم واروع الروايات اللي كانت في العشر سنين الاخيره وحصلت على جوائز كتير واعادت ناس كتير جدا للقراءه. هي بتتكلم على حقبه مرت بيها مصر قبل الفتح العربي الاسلامي و يعني بعد المرحله الرومانيه، وكان في حاله من حالات التعصب لدى رجال الدين المسيحيين زي اي دين في اي دنيا وزي اي مرحله بيمر بيها اي دين بيكون فيها مراحل. بعض الناس بيكونوا فيها متعصبين، البعض الاخرين بعض الاخر بيكون متسامحين، يعني زي اي
دي ما فيهاش اي ازدراء. والحقيقه انه عزازيل بالظبط زي واحد من اروع الافلام اللي انتجت من السينما الامريكيه واسمه اجورا. واجورا بيحكي مرحله تاريخيه وعزازيل بتحكي مرحله تاريخيه. وفي اخرين فعلا بيزدروا الدين المسيحي النهارده ولكن لا تقدم ضدهم يعني لا بلاغات. تحريك البلاغات يعني غير بريء في الحقيقه مع الدكتور يوسف اللي هو مواقفه معروفه من الانتقادات وملاحظات عديده على مؤسسه الحكم في اللحظه الراهنه. محاكمه العمل الادبي لا يجب ان يكون في المحاكم ولكن يجب ان يكون من خلال النقاد ومن خلال القراء. ويجب على من يقدم مثل هذه البلاغات أن يعود إلى السياق التاريخي الذي جاءت فيه أحداث الرواية. ما ده مهم المراجعة التاريخية لكل هذه الأمور. السؤال، هل تتفق مع العصيان المدني كوسيلة ضغط على النظام؟ نعم بنسبة 74%، لا بنسبة 26%. نعم أم لا أستاذ خالد؟ فيما يخص الحالة البورسعيدية أنا أوافق. على حالات اخرى لا. يعني لا يعني في الحاله البورسعيديه لها خصوصيه في الحقيقه. في النهايه بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد ابو بكر. من المفترض انه دلوقتي هيبتدي المؤتمر الصحفي لدكتور خالد علم الدين علشان يكشف الامور الخافيه حول اسباب اقالته من هيئه الرئاسه. هنكون مع حضراتكم وهنتابع هذه التفاصيل، وبعد الفاصل هنلتقي بمجموعه من الاخوه السوريين علشان نتعرف على احوال هم في مصر.